إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم أونست من قناة أونست أرت. لعبة سنو رانر هيدي هي الجيم عم بلعب فيها على جهاز البي اس 5 وبدقة الفور كي. هحكيكم عنها شوية. هيدي الجيم هيدي أول ميشن أنا بدي سويها، حبيت صور هالمقطع وحأعمل إن شاء الله بلاي ليست وحنزل كل شيء مقاطع عن سنو رانر، لأن لعبة عن جد بتستحق واحد يلعبها. جرافيكس حلوة كتير وفيها كوب ملتي بلاير وفيها كروس بلاي، يعني فيك تلعب مع البي سي ومع الاكس بوكس. هيدي جمالة لسنو رانر، بتغرز بتعلق، بدك تعبي بنزين، تعبي مزهود، تعبي فيول، تصلح سيارة، تطور. انا هون هلأ علقت، بحط لو جير وبتطلع معنا هيدي الشاحنة. هيدي المهمة بدي عمر جسر بحاجة لحديد وبحاجة لخشب. بدي اعمل نقلتين، اول نقلة حديد لحتى اقدر اعمر الجسر لاقدر اقطع فيه على مدينة تانية. هيدي مدينة صغيرة، هي اربع او خمس خرائط، في كمان الاسكا بالتلج. انا هلأ بميشيغان بيو اس اي. خلينا نعبي بنزين او فيول مازوت منفول، وانا اوريدي علمت على الماب وين لازم روح جيب الحديد. بدي انطلق لحتى نعمل نقلية. شوف الطريق شو حلوة، كل شي فيها ريل وكل قطعة بهيدي الشاحنة ممكن تطورها، تعليها، توطيها، تغير الدولاب. هلأ الدوليبة بعدهم ضعاف مش للوحل، بس بدي امشي حالي فيها والعب اول مهمة. هون محل الحديد، عبيت حديد، عبيت نقلة حديد، وبدي روح انطلق لحتى اعمر الجسر، لان الجسر بده حديد وبده خشب هيك مطلوب فوق. اذا شايفين فوق على اليمين، هول الاشياء اللي لازم سويهم. هيدي الخريطة اللي منك مستكشفها بتكون عليها ظل اسود، وهيدا هو الجسر اللي بدي عمره. فيكم تعلموا بالطريق، تقدروا تمشوا لحتى ما تضيعوا اي مفرق، ودايما بتنقي الطرقات الواسعة. هيدي ان شاء الله ما تغرز معنا على التقل، لان قبل شوي نحن وطالعين. يلا اطلع اطلع. لا طيب نحط على اللو، خلينا نكبس بنزين. هيدا الجير اللو جير الخفيف، ولا عم تطلع اوتوماتيك. طيب هات لنرجع شوي لورا. هلا اذا فيك، اذا بتحرك المقود يمين شمال يمين يسار وممكن تقرب شوي. هلا غرزت على الاخر. حاطين لي انتبه، كان في طريق تاني انا اروح فيها، بس ما بدي اروح بطريق الوحل. وهيدي الآلية بعدها ضعيفة، بس اكيد في عندكم الونش، والونش بيتطور. الونش بعلق باي مسافة بدي اياها على الشاحنة تاعيتي، وبرجع بعلق على الشجرة او على عمود او على اقرب شيء لحتى هو يسحبني. هيدي الطريقة فيه يسويها، بس اذا ما في شجر عندك ولا شيء بتعلق وبطل فيك تعود تقوم، الا ما تطلب مساعدة من صاحبك بفوت وبشلك اياها، او بتطلب آلية تاني سيارة تاني وبتشيل نفسك بنفسك. هيدي انا علقت الونشة هاي شجرة ها وطلعت، واخيرا شفتوا انه لو انا ورايح بالطريق غرزت، بس رجعت طلعت باللو. اما انا ومحمل الحديد ما قدرت اطلع لان فيها تقل، غرزت على الاخر. ودوليبة لا لا لا، شو عملنا هون؟ دوليبة بعدهم ما خرج الوحل المض او التلج، لان بيغرزوا، بتشوفوا الكاوتشوكات بعدهم خفاف. بدها تغيير الدواليب لحتى تقدر مر من هون بسهولة، وفيك تعملها كمان بتقلع كمان فور ويل او من قدام، وتحط لها غيارات زيادة وتحط لها مصرات اكتر، وفيك تعليها عشان ما يطفي الموتير انت وماشي بالمي، لان اذا فات مي للموتير بتوقف وبدك ترجع مساعدة حدا، او تطلب سيارة تاني. انت بتفتح الخريطة بتكبس على سيارة وبترجع بتروح بتشيلها. وصلنا على هيدا الجسر،
هيدي مثل ما قلنا هيدي اول جيم انتو عم تشاهدوا بدقة ال 4K، وها بتحط هون وبتكبس مربع، تضغط على المربع، وهيدا الجسر عمرنا الحديد تاعه. هلا بدنا نروح نجيب الخشب. انا قبل ما اصور هالمقطع رحت جبت الخشب ووصلتهم، ما كان ياخدهم، رجعت كبيتهم، رجعت جبت حديد، لان لتعمر الجسر بدك اول شيء تعمل الجسر بالحديد ترجع تعبيه خشب، لان هو كاتب لي اول شيء بدك حديد، هلا بدك رزمتين خشب، 0 من 2، رزمتين خشب صغار. حياخد هيدي الطريق لحتى روح محل الخشب. شفت النقطة الصفراء هونيك في خشب، هلا انا علمت على النقط الزرق وحروح جيب الخشب. اذا بتشوفوا الجرافيكس الرائعة، الدواليب كيف، الوحل، الطرقات، كل جبال، مثلكم 5 خرائط، هيدي اول خريطة، لعبة كتير ضخمة. هنا قطعنا نهر صغير، سرعنا المقطع لحتى نوصل لنروح نجيب الخشب. ما بدي اطول عليكم كتير المقطع، بس حبيت اصور اول مهمة على التشانل تاعيتي. اللي ما عمل سبسكرايب بتمنى منكم يعمل سبسكرايب، واللي عنده اياها لهالجيم واللي ما عنده اياها وحابب يلعبها ينزلها وبركي بنلعب سوية. هون نقلة خشب، بدي اجيب حط مربع، نعمل لود، هيدي نقلة، نحن بدنا 2، لازم نعبي 2، لازم نكبس اكسين ورا بعض، هيدا اكسين ورا بعض، صار عنا رزمتين من الخشب لنقدر نعمر الجسر. ان شاء الله ما تغرز هون لان لك الوحل، وكتير في اليات، وكتير في سيارات، في جيب شيروكي، وفي تويوتا كروزر، شو ما بدكم فيه. هيدي اول مهمة بعد عم بقلك ليك 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 الدوليب كيف، حتى الحجرة بتفوت بقلب الدولاب وبتطلع من تاني ميلة. بلش التقس تشتي، في عوامل طبيعية، لك شوية الضباب، فيكن اكيد تقربوا الوقت، تغيروا الوقت بكبسة التاتش باد وتحطوا مثلث تعملوها الصبح او ظهر او بالليل، اللي بدكن اياه فيكن. هلا هيدي الشاحنة منيحة لهالطرقات، بس اذا في طرقات اصعب وفي طلوع اكتر ما حتقدر تطلع هيدي الشاحنة نهائيا. هيدي اول شاحنة بيعطوني اياها، واكيد بدنا نستكشف الخريطة بمقاطع تاني كلنا سوا. ان شاء الله متغرز هون عم تقل، ما غرزت مش الحال. وهيدا رايح انا عالجسر لحتى نعمره. هيدي اللعبة سيميليتر، اللي بحب هالالعاب، لعبة رواق، تريح اعصاب، ممكن المشن تقعد فيها 3-4 ساعات، 5 ساعات، تنبسط فيها، تغرز، ترجع تروح تجيب آلية تاني ترفعها، ترجع تفضل من البنزين تكسرها تصلحها، وفيك تلعب انت ورفقاتك، وفيها كروس بلاي مثل ما قلت لكم. هيدي اول مهمة عملتها وتعمر الجسر. ما تحرمونا من زر السبسكرايب، الاشتراك بالقناة، واللايك، واكتبوا لي بالتعليقات اذا عندكم اياها هيدي الجيم او حابين تلعبوها معي. وان شاء الله حنزل بعد مقاطع تانية على لعبة اسمها سنو رانر، لعبة عليها عروضات كتير، عمرها 2 سنين وبعدها لهلا شغالة وعالم مفتوح. يعطيكم الف عافية، وان شاء الله بنشوفكم بمقاطع تانية.